السلام عليكم، شايفين ما شاء الله الجمال. معانا أجنحة الدجاج بطريقة حلوة قوي، أحلى وأطعم من كنتاكي بكتير، طعمها خطير وتتبيلة جميلة جدا. تعالوا ما نشوف عملناها ازاي. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معانا أجنحة الدجاج كده، وياريت تكون الفراخ اللي معاكي حجمها كبير علشان يكون في الأجنحة حاجة تاكليها يعني. تعالوا اما نشوف المحلول اللي احنا هنحطه فيها. معانا كوباية لبن، ومعايا معلقتين كبار من الخل. وتعالوا بقى كده نركز معانا في البهارات. معانا زعتر وجنزبيل وسنة من وفلفل اسمر وبابريكا وملح، وسنة صغيرة خالص من الحبهان وكمون وكزبرة وبهارات فراخ، والسبع بهارات. وهنقلب كل ده ببعض. وحطيت هنا بس مبانش معايا، بس حطيت عصير ليمونة كاملة، وتكون ليمونة كبيرة. وهنحط كل ده، وطبعا احنا قبليها غسلين أجنحة الدجاج دي كويس جدا وحطيناها في المحلول بتاعها ده. يا ريت كده يعني أقل ما يمكن 3 4 ساعات، ويا سلام لما تكون من بالليل. هنا بعد ما قعدت معانا كده حوالي 4 5 ساعات كده، يعني تقومي من النوم الصبح تعمليها وجهزيها على الغدا ان شاء الله. تعالوا بقى اما نجهز الكفر بتاعنا. معانا كوبايتين من الدقيق، عليهم 3 معالق من النشا اهو زي ما انتم شايفين كده. ما كترش النشا قوي زي ما قلت لكم في كل فيديو عشان ما يفصلش الجرد الكفر بتاعك. وحطيت معلقه من البيكنج باودر، ومعانا كركم اصفر طبعا عشان اللون الجميل اللي احنا عايزينه. نقلب كل ده ببعضه، وبعد كده نجيب مع بعض جناح كده من المحلول اللي احنا حاطينه فيه، وبعد كده نحطه في الدقيق في الكفر اللي احنا عاملينه، وتضغط عليه حلو. اول حاجه دي هتضغط عليه، احنا هنحطه في الدقيق مرتين. اول حاجه اهو زي ما انتم شايفين حطيناه اول مره، وبعد كده بلناه في المحلول، وبعد كده هنحط له كفر كمان. كده هتلاقي معاك قرمشه جباره، اقسم بالله كان طعمه تحفه جدا جدا. ممكن تعمليه مع مكرونه، تعمليه مع رز بالخلطه، رز مبهر، هتطلع معاكي نتيجه حلوه قوي. اهو زي ما انتم شايفين عملناه اول مره وحطيناه في الكفر، وبعد كده نزلناه في المحلول، وبعد كده خد الكفر التاني، وباين اصلا منه وهو لسه في الدقيق القرمشه بتاعته هتكون عامله ازاي. تاني مرة ما تحاوليش ان انت تكبسي بايدك كده، يعني حاولي بين صوابعك كده، يكون ايه الموضوع سهل علشان ما تكبسيش الدقيق. اهو زي ما انتم شايفين كده. ما تنسوش عصرة ليمونة كاملة تكون كبيرة، لو الليمون بتاعك صغير خليه عصير ليمونتين. الخل والليمون بيحبس الدم جوه ومبيخلوش ينزل معاكي في الزيت، وطبعا بيساعد على السوي جامد. بجد كانت تجربة جميلة جدا جدا، وكان طعمها حلو قوي. اهو زي ما انتم شايفين كده. تكرر بقى في كل ده لحد ما تخلص الكميه معاكي. عايزه تزود الكفر ممكن تنزلي فيه 3 مرات، عايزه تحتفظي باول مره بس بتبقى جميله جدا برضك معاكي، واعمليها مره واحده وهتحصل على نفس القرمش. بس في ناس كده بتبقى عايزه الطبقات زياده، بتعمل مره واتنين وتلاته. اهو شايفين التكسير اللي في الجناح، اهو زي ما انتم شايفين كده. معانا بقى زيت على النار، المقلاية بتاعتنا عليها فيها زيت، وحاولي انا هنا الزيت سخن مني قوي، لا حاول انت الزيت بتاعك ما يسخنش علشان ما ياخدش لون من قبل ما تستوي. بتعلي النار، بتاخد اول صدمة كده بتاع دقيقة، وبعد كده بتهدي النار عشان تستوى معاكي. وما تكتريش في المقلاية، ما تحطيش عدد كبير، يعني حاولي بقدر الامكان العدد ما يكونش معاكي كبير علشان تدي لها فرصة في التسوية. شايفين مجرد ما حطيتها، يعني هي القرمشه بانت مجرد ما حطيتها بس. بجد جميله جدا جدا، واتمنى من حلاوتها، بتمنى بجد ان كلكم تجربوا. اهو شايفين ما شاء الله اللون، لونها جميل جدا وقرمشتها باينه وهي لسه في الزيت، ما شاء الله حلوه قوي قوي يعني. طبعا الجنب احمر، بتقلبيها على الجنب التاني لحد ما ياخد اللون اللي انت عاوزاه. شايفين ما شاء الله القرمشه باينه جدا وهي لسه في الزيت، بتطلعيها بقى بتبقى معاكي تحفه جدا. شايفين ما شاء الله،
ودي خلاص بعد ما هطلعها اخدت اللون والتسوية، وهنشوف مع بعض في اخر الفيديو قد ايه هي مستوية جدا. ما بتاخدش على النار حوالي من 8 دقايق او 10 دقايق بالكتير جدا، وبتبقى مستوية معاك وطعمها حلو قوي، واخدة ريحة وطعم التتبيلة اللي احنا حطيناها فيها جميلة جدا، ولونها معاكم زي ما انتوا شايفين لونها معايا حلو قوي. شايفين ما شاء الله. يا ريت بقى اللي عجبه فيديو النهارده كده ما ينسناش في لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم منا كل جديد. ما ننساش لايك للفيديو وانتوا بتتفرجوا عليه. شايفين ما شاء الله. طبعا هنكرر في كله لحد ما الكميه معايا تخلص وتطلع بالنتيجه الجميله دي، بجد طعمه جميل جدا جدا مع بعض. وتعالوا نشوفوا كده استوى من جوه ولا ايه. شايفين ما شاء الله جناح حلو قوي وطعمه جميل جدا. شايفين قد ايه هو مستوي، بس هو كان سخن مش عارفه امسكه، بس بجد مستوي معاكي جدا. تعالوا بقى كده ندوق مع بعض. شايفين الجمال، رأيكم؟ طعمه تحفة جدا. أقول لكم بجد جميل جدا جدا جدا. يا ريت بكرر تاني اللي عجبه فيديو النهارده ما ينسناش في لايك وشير للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناة. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، واشوفكم على خير.